وننتقل مشاهدينا مباشرة إلى وقائع جلسة مجلس الأمن حول الوضع في غزة والتهديدات في البحر الأحمر. La 9531e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, of the Council's provisional rules of procedure, I invite the representative of Israel to participate in this meeting. It is so decided. اتخاذ قرار بذلك. أقترح أن يدعو المجلس الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع وفقا للنظام الداخلي والممارسات السابقة. ليس ثمة اعتراض، تقرر ذلك وفقا للقاعدة 39. أدعو الأسماء التالية للمشاركة في الاجتماع: السيد مارتن جريفيث، وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة، والسيدة إلسا برانس كاريس، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان. تقرر ذلك. الآن نظر البند الثاني من جدول الأعمال. والآن أعطي الكلمة إلى السيد مارتن جريفيث. شكراً سيدي الرئيس، شكراً لمنحك إياي هذه الفرصة لمخاطبة مجلس الأمن حول الحالة الإنسانية في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما يحدث في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من 100 يوم عفواً يمثل حرباً، حرب شنت وتمارس بلا أدنى مراعاة لما تتمخض عنه من آثار على المدنيين. أما في غزة فالحالة تبقى مروعة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة، ويتبدى هذا جليا في عشرات الآلاف الذين قتلوا والذين أصيبوا، وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال. فبحسب وزارة الصحة في غزة، قضى أكثر من 23,000 نسمة نحبهم حتى الآن، فيما أصيب أكثر من 58,000 منذ السابع من أكتوبر والأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم. يتبدى هذا أيضا في التهجير القسري لمليون وتسعمائة ألف نسمة من المدنيين، بما يمثل 85% من إجمالي السكان، أولئك الذين أوذوا وأصيبوا بالصدمة وأجبروا على الهروب المرة تلو الأخرى إذ تلاحقهم القنابل والصواريخ والقذائف. هذا أيضا يتبدى في الظروف المروعة في الميدان، إذ نجد مرافق الإيواء وقد ضاقت بمن فيها، هذا بالإضافة إلى نفاد المياه والغذاء، وباتت الفاقة والمجاعة تلوح برأسها القبيح يوما بعد يوم. النظام الصحي ينهار، النسوة لا يقدرن على الولادة بسلام، الأطفال لا يحصلون على التلقيح، المرضى والمصابون لا يتلقون علاجا، أما الأمراض المعدية فحدث ولا حرج، والناس بدأوا يلوذون بمرافق الإيواء في أفنية المشافي. واليوم اللواء الشتاء جنرال وينتر أو الشتاء قد وصل إلى غزة، يأتي وفي أعقابه برد قارس مما يفاقم معاناة من بقوا على قيد الحياة. هذا يجعلنا ويدفعنا إلى
شجب كل ما يحدث. 134 من مرافق الأونروا قصفت، وقتل 148 من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير الحكومية في غزة. أما المرافق الإنسانية فهي أيضا تقصف وقصفت في عدد من المناسبات، وذلك على الرغم من التعريف بها ومن الإخطار بها لقوات الدفاع الإسرائيلية. وفي اليومين الخاليين فقط قصف مقران لمنظمات غير حكومية. الأوامر بالإجلاء تصدر بلا هوادة وعلى الجرار، هذا إلى جانب العمليات العبرية التي بدأت تتحرك صوب الجنوب، والقصف الجوي الذي تكثف في المناطق التي قيل للمدنيين بالهروب إليها طلباً لملاذ آمن. المزيد والمزيد من الأشخاص باتوا يحشرون في أشرطة ضيقة للغاية من الأرض، لا يجدون فيها إلا مزيداً من العنف ومن الحرمان. سيدي الرئيس، ما من مكان آمن في غزة، وهذا ما كررناه كثيراً في هذه القاعة. الحياة البشرية الإنسانية الكريمة باتت شبه مستحيلة. رفح، حيث كان يصل تعداد السكان قبل الأزمة إلى 280 ألف نسمة تقريباً، تؤوي اليوم 1 مليون نسمة، مليون نازح، ومن المرشح أن يزداد هذا العدد يوما بعد الآخر. أسر شتى حشرت في شقق ضيقة لا توجد فيها مياه جارية أو مراحيض حتى تعمل بشكل سليم. أما الخيام فقد دقت، والمآوي ومرافق الإيواء المرتجلة بنيت في أي مكان، سواء كان ذلك على الأرصفة أو في الميادين أو حتى في نهر الشارع. بات يصعب علينا أن نتخيل أن يتمكن الناس حتى من السير والزحف شمالا. جهودنا، جهود الأمم المتحدة تحت قيادة زميلي جيميان ماجورليك لإرسال القوافل الإنسانية إلى الشمال تقابل بالتأخير أو بالمنع أو بفرض شروط مستحيلة وتعجيزية. إن الافتقار إلى احترام نظام الإخطار الخاص بالمساعدات الإنسانية يجعل تحرك الطواقم الإغاثية يشكل خطراً داهماً. هذا ناهيكم عن الأعداد غير الكافية من المركبات المدرعة، وكذلك شح المعدات، معدات الاتصالات. كل هذا يعوق الجهود المبذولة. زملائي الأعزاء وزملائي في المكتب الذين تمكنوا من الوصول بشق الأنفس إلى الشمال في الأيام القليلة الماضية يصفون مشاهد من الارتياع والهول كامل الأوصاف. الجثامين ملقاة على الطرقات، أشخاص بدت عليهم علامات الجوع والمسغبة، يلاحقون القوافل بحثا عما يقيم أودهم. حتى أولئك الأشخاص الذين إذا ما تمكن أولئك من العودة إلى منازلهم فما من منزل ليعودوا إليه. سيدي الرئيس، كما قلت في السابق وفي اجتماعات سابقة، إن المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة باتت شبه مستحيلة. إن وصولنا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى بات مستحيلاً. أما في الجنوب فإن اتساع نطاق العمليات الهجومية في رفح، والتي باتت تنال بالفعل من العمليات الإنسانية المرهقة والتي تحتاج إلى تدابير استثنائية لإيصال ما تيسر من المساعدات الشحيحة أصلاً.
ولكنها تشهد على جسارة أولئك الذين يضحون بأرواحهم من أجل إيصال هذه المساعدات. وفيما رأينا بعض الزيادة ربما الطفيفة في أعداد الناقلات والشاحنات التي تدخل عبر معبر رفح وكرم شالوم، فإن الإمدادات الإنسانية بمفردها لن تتمكن من إقامة أود أكثر من 2 مليون نسمة. قلنا ذلك في السابق، وقال الأمين العام ذلك في السابق، لا يمكن أبداً أن نحل محل القطاع التجاري في غزة، القطاع الخاص في غزة الذي يقتات عليه أكثر من 80% من سكان غزة الذين يعولون عليه من أجل إقامة حياتهم العادية اليومية. إن السلع التجارية ينبغي أن يسمح بدخولها بكميات كبيرة، وهي في الحقيقة ينبغي أن تأخذ أولوية على المساعدات. وكما قلت في السابق، فثمة قائمة متنامية وتزداد هذه القائمة وتطول بالمواد الممنوعة والمرفوضة. كل هذا في الحقيقة يجعل من المستحيل أو يعجزنا عن إيصال المساعدات المهمة إلى غزة لإعادة ترميم البنى التحتية التي تقيم الحياة. إن نظام الإجلاء الطبي أيضا للمرضى إلى مصر بات غير كاف بشكل مروع. سيدي الرئيس، في هذه الظروف ومع انتشار العمليات العدائية باتجاه الجنوب، مع زيادة في الضغط الذي يفضي إلى النزوح الجماعي للناس إلى بلدان مجاورة، هذه مسألة جد خطيرة. بعض البلدان قد عرضت بالفعل أن تستضيف مدنيين الذين يرغبون في مغادرة غزة لحمايتهم. وأود في هذا الصدد وبعد إذنكم أن أؤكد على أن أي أشخاص هجروا من غزة ينبغي أن يسمح لهم بالعودة، وذلك بموجب القانون الدولي. وفي هذا السياق فإننا نحذر، وفي الحقيقة نشعر بالتهديد بسبب البيانات الأخيرة التي صدرت عن بعض الوزراء الإسرائيليين فيما يتعلق بخطط تشجع على الترانسفير أو النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان أخرى، وفيما يعرف الآن بفولونتري ريلوكيشن أو النقل الطوعي. هذه البيانات بالمناسبة تثير حفيظتنا وتثير حفيظة الكثيرين والانشغالات أيضا بإمكانية النزوح القصري ربما أو الترحيل القصري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهي مسألة يحظرها القانون الدولي. وأي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة ينبغي أن ترفض رفضا كاملا شكلا وموضوعا. سيدي الرئيس، إن غزة فيما هي مركز هذه الأزمة، فدعونا لا ننسى ولن ننسى أبدا، ولا ينبغي أن ننسى 1200 شخص قد قتلوا، آلاف جرحوا، ومئات قد أخذوا واختطفوا في الهجمات الوحشية التي شنتها حماس وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل في 7 أكتوبر، تلك التي رأيتها ورأيتها أنتم ورآها الكثيرون. رأينا، وهذا بالإضافة إلى الروايات التي تتردد عن العنف الجنسي المروع والمقيت. أما إطلاق الصواريخ فهو يجري بلا هوادة في المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل، مما يتسبب في المزيد من الخسائر المدنية والرطخ والكرب والصدمات. أسر وذو الرهائن ينتظرون الإفراج عن أحبائهم منذ أكثر من 100 يوم، ويتحسسون أخبارا عن سلامتهم. للأسف منذ نوفمبر لم يطلق سراح أي رهائن، ولم تردنا أي معلومات، أو حتى لم ترد أسرهم وذويهم وأحبائهم أي معلومات. أكثر من 100,000 نسمة قد نزحوا داخل إسرائيل، وينبغي ألا ننسى ذلك، ينبغي ألا ننسى
أيضا أثر هذه الحرب على إسرائيل، إذ نزح أكثر من 100,000 نسمة نتيجة لهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس ومجموعات مسلحة أخرى، ونظرا أيضا وبسبب الصواريخ التي تطلق من جانب الجماعات المسلحة في غزة ولبنان. وأنا منشغل أيام انشغال بسبب أو إزاء خطر إمكانية الانتشار الإقليمي لهذا النزاع. لقد رأينا تزايد في حالات التوتر والأعمال العدائية في الضفة الغربية، إذ إننا أيضا نجد أن وذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على البلدات الفلسطينية والزيادات المنذرة بالخطر في معدلات عنف المستوطنين، مما يفضي إلى الموت وتشرد وهدم المنازل. وجميعنا يعلم تماما زيادة التوتر والنشاط العسكري في لبنان وفي البحر الأحمر وفي اليمن. في الحقيقة ينبغي ألا نسمح بانتشار هذا النزاع وباتساع رقعته وأن تتولد عنه عواقب تنذر بانفجار أوسع لا يمكن أن نتخيله. سيدي الرئيس، ما رأيناه منذ 7 أكتوبر هو وصمة على ضميرنا المشترك وعلى ضمير كل من يستمع إلى هذه الكلمات، وما لم نتصرف فإن هذه المسألة ستتفاقم، ستصبح ضررا ووصمة لا يمكن محوها أبدا من جبين البشرية. أولئك ثمة من يقضون نحبهم ومن يعانون من الصواريخ والقنابل والقذائف والرصاص بأعداد، هذا إلى جانب الأعداد المتزايدة من الذين يقضون ويذهبون ضحايا للجوع والتجويع والمرض والتعرض للخطر هذا بالإضافة إلى آثار الجراح التي أثخن بها شعب غزة. لا يمكن أن نسمح لذلك بالاستمرار، وبالطبع فأنا أكرر ندائي من أجل الامتثال للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية المدنيين والبنى التحتية التي يعتمدون عليها وإيصال أساسيات البقاء وتيسير المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب والمعاملة الإنسانية والإفراج الفوري عن كل الرهائن. وكما أشرت ربما في يوم سابق أو في أمسية سابقة، فإنني أكرر ندائي بضرورة وقف إطلاق النار، وأنا أكرر من جديد ندائي لهذا المجلس باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. أشكرك شكرا جزيلا سيد غريفيثس على بيانك. والآن أعطي الكلمة إلى السيدة إيلزي برونسكيريس. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، إنه لشرف لي أن أخاطب مجلس الأمن باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك المعاناة المدلهمة التي نراها في غزة والتي كان يمكن الوقاية منها، وكذلك ما راعنا مما رأيناه في 7 أكتوبر. وهذا العمل ينبغي ألا يمر مرور الكرام. بالنسبة للفلسطينيين، فإن التهديد بالتهجير القسري في الحقيقة يجعلنا نتأمل ما أشبه الليلة بالبارحة، إذ إن هذا يعيد إلى الأذهان تلك الذكرى الأليمة التي حفرت في ضمائر الفلسطينيين والتي يسمونها بنكبة 1948 والتي قصر فيها الملايين من الفلسطينيين على مغادرة منازلهم منذ 7 أكتوبر. 1,900,000 نسمة تقريبا قد أجبروا على مغادرة ديارهم. 85% من سكان غزة قد هجروا. بالنسبة للكثيرين منهم قد هجروا مرارا المرة تلو الأخرى، والبعض منهم قد اتبع الأوامر الإسرائيلية بالمغادرة إلى مناطق بعينها، فيما آخرون قد فروا خوفا على حياتهم. الأسر قد تقطعت أوصالها وعشرات الآلاف قتلوا والآلاف جرحوا والآلاف أيضا مفقودون. أكثر من 100,000
ألف نسمة نزحوا داخليا في جنوبي إسرائيل نتيجة للعنف في للنزاع في غزة وكذلك في شمالي إسرائيل. ووردتنا تقارير بأن إسرائيل أيضا قد اتخذت بعض الإجراءات فيما يتعلق بنزوح أولئك المواطنين. ما يحدث في غزة ليس مجرد نتيجة للنزاع ولكنه نتيجة مباشرة للطريقة التي أديرت بها الأعمال العدائية. إن التشريد الجماعي لغزة بدأ في 12 من أكتوبر وذلك بناء على أمر من السلطات الإسرائيلية إلى المدنيين الفلسطينيين في الشمال في وادي غزة بإخلاء منازلهم والزحف جنوبا. وفيما أوضحت إسرائيل أن أوامر الإخلاء كانت توخياً لسلامة المدنيين الفلسطينيين، فإنه يبدو أن إسرائيل لم تتخذ أي إجراء لضمان انتقال أولئك المدنيين بسلام وبأمان، وبالتالي فإنها لم تمتثل القانون الدولي، إذ إنها لم تضمن لهم الإصحاح والصحة والسلامة والغذاء والمأوى، ولم تتخذ الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على لحمة الأسر. هذا بالإضافة إلى القصر أو الإجلاء القصرية وعدم استيفاء الشروط الضرورية للالتزام بالقانون. في الحقيقة لقد وثق الكثير من الحالات التي حاول فيها المدنيون أن يصلوا إلى مواقع آمنة توقيا من القصف الإسرائيلي بما في ذلك المناطق التي من المفترض أن تحظى بحماية القانون الدولي الإنساني مثل المستشفيات والمدارس. الأمم المتحدة وثقت 319 حالة قتل للنازحين داخليا وحالة إصابة لأكثر من 1135 في مرافق الإيواء التابعة للأونروا منذ 7 من أكتوبر، وأكثر من 60% من منازل الشعب قد دمرت في جميع أنحاء غزة، لم يعد ثمت مكان آمن في غزة. هذا بالإضافة إلى 17 عاما من الحصار الذي فرضته إسرائيل، فإن إسرائيل قد فشلت في الالتزام بصفتها القوى القائمة بالاحتلال، ومفادها تيسير وصول السلع التجارية الأساسية والمساعدات الكافية إلى غزة، وكذلك توزيع المساعدات الشحيحة المتاحة للأكثر احتياجا لا سيما الأمهات المرضعات والحوامل والأطفال وحديثي الولادة وكبار السن وذوي الإعاقة. باتت مستحيلة، مئات الآلاف من المقدر أن يبقوا في شمالي غزة والتي لا تصل إليها أي مساعدات إنسانية ولا حتى إمداد بالمياه، إذ قطعت المياه وذلك لإجبار أولئك الأشخاص على التحرك جنوبا منذ بداية النزاع. أكثر من 90% من السكان يعانون الآن من انعدام حاد في الأمن الغذائي، والكثيرون باتوا على حافة مجاعة كان يمكن أن نتوقعها لأنها من صنع الإنسان. ونحن هنا نذكر بأن التجويع محظور بموجب القانون الدولي. إن معدل الخسائر المدنية المرتفع غير المقبول بالمرة، وكذلك الدمار الشامل الكامل لكل البنى التحتية المدنية وتهجير نسبة كبيرة من السكان، كل هذه في ظروف إنسانية مدلهمة لأكثر من 2,200,000 نسمة، كل هذا يرقى إلى جرائم الحرب وإلى الانتهاكات الجسيمة وجرائم الفظيعة. إن أفق أو إمكانية التوصل إلى مجاعة وانتشار وتفشي الأمراض مع حشد أعداد غفيرة من الفلسطينيين في جيوب صغيرة جدا في قطاع غزة على الحدود المصرية في ظروف إنسانية متردية، هذا كله ينذر بكارثة حتى فيما وراء حدود غزة، حيث بات الناس في حالة قنوط ويأس ويحاولون فقط الحصول على الأمن. وكما وثق مؤخرا فمنذ 7 من أكتوبر فإن العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون وأفراد الأمن الإسرائيليون قد زاد بشكل كبير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من المجتمعات المحلية مع في بيئة تزداد احتداماً
وقصرا، الأمر الذي قد أيضا يرقى إلى النقل والتهجير القسري، وهذا يأتي في سياق يتسم بزيادة مطردة في استخدام العنف من جانب قوات الأمن الإسرائيلي، إن خطر توسع هذا العنف وازدياد كثافته في الضفة الغربية لا يمكن أبدا أن نغض الطرف عنه، هذا بالإضافة إلى البيانات التي تؤجج المشاعر والتحريضية من جانب عدد من أفراد الحكومة الإسرائيلية والقيادات الإسرائيلية، وذلك من في الحقيقة مسألة لا يمكن السماح بها بالمرة. إن حق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم ينبغي أن يكون خاضعا لضمان محقق، حتى مع فتح بعض المسارات والممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين أو حتى لمساعدتهم على الهروب، ولا سيما بالنسبة للمرضى وذوي الإعاقة والحوامل والأطفال، فإن إسرائيل ينبغي أن تضمن عودة أولئك المهاجرين، وذلك باستعادة الخدمات الأساسية وتيسير إعادة إعمار غزة، لا سيما مع النظر إلى نطاق الدمار والمستويات غير المسبوقة من انتشار بقايا الحرب المتفجرة، الأمر الذي يحول دون وصول أو عودة الكثيرين إلى ديارهم. أصحاب السعادة، نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وكذلك على أسس إنسانية، هذا بالإضافة إلى الإفراج غير المشروط عن كل الرهائن، على أن تكون هذه الخطوات الأولى باتجاه حل دائم. إن حماية المدنيين ينبغي أن تحظى بالأولوية، وينبغي أن يسمح لهم بإيجاد بالحصول على السلامة والأمن وما يقيم أودى حياتهم. كذلك فإن عنف المستوطنين في الضفة الغربية ينبغي أن يدان، وينبغي أن يحاسب أولئك المستوطنون، كذلك ينبغي أن نتطلع إلى المستقبل. هذا العنف الدائر يأتي في سياق من عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، وبالنسبة لأي حل دائم لهذه الأزمة فإن الأسباب الجذرية ينبغي أن تعالج، ويتضمن هذا المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في 7 أكتوبر ومنذ ذلك التاريخ، وكذلك السنوات الكثيرة التي سبقت هذا التاريخ. ضمان العدالة وحقوق الكافة سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، واحترام حقوقهم وحمايته هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يبنى عليه سلام دائم. شكرا سيدي الرئيس. أشكر السيدة إلزي برانس كيرسي على إحاطتها، وأعطي الكلمة أو أفتح باب الكلمة الآن لأعضاء مجلس الأمن الراغبين بالإدلاء ببيان، وأبدأ بممثل الجزائر. شكرا حضرة الرئيس. بداية أود أن أتقدم بالشكر لكل من السيدة إلزي براند كيريس والسيد مارتن غريفيت على المداخلات الوافية. نجتمع اليوم والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يقترب من يومه 100، مع صور صادمة على الشاشات كل يوم وساعة من دون أي تحرك جدي لوقفها. ومثلما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إن ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية. سيد الرئيس، نتساءل اليوم وتتساءل معنا شعوب العالم، ألا يكفي قتل أكثر من 30,000 شخص، منهم أكثر من 10,000 طفل؟ ألا يكفي إصابة أكثر من 60,000 شخص؟ ألا يكفي تهديم أكثر من 60% من مباني غزة؟ ألا يكفي أن كل سكان غزة يواجهون الآن خطر المجاعة؟ نعم، كل سكان غزة. هل سيقبل المجتمع الدولي أن يبقى أكثر من 2 مليون شخص يعانون الجوع والمرض؟ سيد الرئيس، إن القصف الهمجي لغزة
وتدمير البنية التحتية واستهداف كل ما يرمز لحياة بها. من الواضح إنه يهدف إلى جعلها مكان غير قابل للحياة، وأيضا قتل الأمل بالعودة إلى الديار في نفوس الفلسطينيين، وهذا من أجل تسهيل وتنفيذ مخطط تهجيرهم خارج أرضهم. وهي سياسة يكثر من يدعمها اليوم بين مسؤولي سلطات الاحتلال، وذلك للعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من سكانها. نعم، كل الأراضي المحتلة. في الوقت الذي نركز على غزة، لأن الأمور بها تجاوزت أسوأ ما يخطر على بال البشر، لا يجب أن نغفل على الضفة الغربية والقدس الشريف. إن مخطط التهجير القسري يجري الآن على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم ومن خلال الاستيطان والضم. سيد الرئيس، لكن هذا المخطط سيكون مصيرها الفشل. يجب أن يكون موقفنا واضح لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. على الجميع أن يدرك إنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم، وإن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة للأحكام القانون الدولي، لا سيما المادة 49 من اتفاقيات جنيف الرابعة. على المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن أن يتكلم بصوت واحد وقوي لرفض تهجير الفلسطينيين. لا أحد داخل هذا القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع. إن الصمت هنا تواطؤ. إن الصمت هنا تواطؤ. في الختام سيد الرئيس، نجدد مطالبنا بوقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة، كما نجدد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشكرا. Je remercie le représentant de l'Algérie. أشكر ممثل الجزائر موقر على بيانه، وأعطي الكلمة الآن للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا حضرة الرئيس، وشكرا لحضرة وكيل الأمين العام جريفيثس والأمين العام المساعدة كيريس على الإحاطتين. مضى أكثر من 3 أشهر منذ تنفيذ حماس لأفتك هجوم ضد اليهود منذ المحرقة ومنذ بدأت هذا النزاع. هذا النزاع الذي قتل وشرد الكثيرين جدا، أكثر مما ينبغي بكثير، حوالي 1.8 مليون فلسطيني في غزة تشرد داخليا. الأشخاص يأوون في مرافق متحدة مكتظة، وآخرون في الشوارع وأسر بأكملها وأطفال وكبار سن.
الحالة مدمية للقلب ولا يمكن أن تستمر، وكانت الولايات المتحدة واضحة دائما، فالمواطنون الفلسطينيون في غزة ينبغي أن يعودوا إلى ديارهم في أول ما تسمح الظروف. وقد أعلن أن إسرائيل ملتزمة بإرسال الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال غزة، والولايات المتحدة قد أوضحت كذلك أن المدنيين لا ينبغي أن يضغط عليهم من أجل الرحيل عن غزة في أي ظرف من الظروف، وإننا نرفض رفضا قاطعا بيانات صدرت من بعض القيادات الإسرائيلية الداعية إلى توطين الفلسطينيين خارج غزة. فهذه البيانات إضافة إلى بيانات المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو إلى سوء معاملة المحتجزين الفلسطينيين أو إلى تدمير غزة هي غير مسؤولة ومؤججة وتصعب السعي إلى سلام دائم. ولكن كما أن هذه العبارات ترسل رسالة خاطئة، فكذلك العبارات التي لا نسمعها من هذا المجلس. لماذا يستطيع بعض أعضاء المجلس أو لا يستطيع حتى الآن بعض أعضاء المجلس ألا يدينوا الهجوم المروع الذي شنته حماس يوم 7 من تشرين الأول أكتوبر؟ لماذا توقف بعض الأعضاء في المجلس عن معاناة أكثر من 100 رهينة محتجزة لدى حماس؟ أو أن حماس وحزب الله لا يزالون يطلقون صواريخ على إسرائيل و 250 ألف إسرائيلي تشرد داخليا بسبب هذا القصف؟ ولماذا رفض بعض أعضاء المجلس محاسبة حماس عن استخدام البشر كدروع بشرية؟ نحث الدول الأعضاء كافة على التحدث واتخاذ موقف والضغط على حماس لبذل ما هو مطلوب لإنهاء العنف الذي بدأوه. زملائي، حتى بينما يركز هذا المجلس على النزاع في غزة فلا ينبغي أن نغفل عن الضفة الغربية، حيث نشهد ارتفاع غير مسبوق في العنف في الأشهر الأخيرة. نرى المتطرفين الفلسطينيين يهاجمون المدنيين الإسرائيليين، وندين هذه الهجمات إدانة قاطعة كما ندين إدانة قاطعة هجمات المتطرفين المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الممتلكات الفلسطينية ويشردون مجتمعات بأكملها. إننا نعارض بشدة التوسع في مستوطنات في الضفة الغربية، ونعارض بشدة العنف الذي صاحب هذا التوسع. ففي صلب المستوطنات تقويض للصلاحية الجغرافية لحل الدولتين، وهي تؤجج التوترات وتضر أكثر الثقة بين الشعبين. قتل كثيرون جدا من الفلسطينيين في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، وأريد أن أكون واضحة. ستواصل الولايات المتحدة الرد على هذا العنف المتصاعد بما في ذلك من خلال قيود إصدار تأشيرات الدخول الأخيرة. ففي إطار هذه السياسة اتخذنا خطوات لمنع صدور تأشيرات بحق أفراد يشاركون في تقويض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ولكن نعلم أن هذا ليس إلا جزءا واحدا من الصورة الأكبر، ونحث الحكومة الإسرائيلية على منع عنف المستوطنين والتحقيق به ومحاسبة المتطرفين الذين يواصلون العنف، ونحث الحكومة الإسرائيلية كذلك على ممارسة ضبط النفس في عملياتها بالضفة الغربية من خلال احترام البنية المدنية ولا سيما في مخيمات اللاجئين، والتقليل إلى أقصى حد من الضرر على المدنيين. وأخيرا، فطالما كان موقفنا أن الاستقرار في الضفة الغربية يعتمد على قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، أي أن السلطة الفلسطينية ينبغي أن تتخذ خطوات الإصلاح والإحياء، وأن إسرائيل ينبغي أن تصرف الإيرادات التي تسمح للسلطة الفلسطينية بسداد رواتب قوات الأمن. زملائي، هذه لحظة صعبة جدا، ومع ذلك
تقدمت الولايات المتحدة من أجل القيادة ولدفع قدما برؤية نحو السلام الدائم ومن أجل إدماج إسرائيل في المنطقة، وحيث لا يمكن للإرهابيين أن يهددوا أمن إسرائيل، وحيث يحقق الفلسطينيون طموحاتهم ويبنون دولتهم، وحيث الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يوحدون تحت سلطة فلسطينية وفي دولة يعيش بها تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، حيث يعيش الجميع في حرية وكرامة. وهذا هو السبيل الوحيد نحو الأمام، هذا هو السبيل الوحيد من أجل إنهاء دورة العنف هذه نهائيا. ولكن الواقع أن الفلسطينيين والإسرائيليين عاشوا أعوام طويلة من انعدام الثقة والعنف، ولكن أجيال المستقبل لا ينبغي لهم بالضرورة أن يواجهوا نفس المصير. دعونا نعمل معا لننسج السلام الذي نريده. وشكرا، أشكر ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية على بيانها، وأعطي الكلمة الآن للاتحاد الروسي. حضرة الرئيس، نشكر وكيل الأمين العام مارتن غريفيثس، ونشكر الأمين العام المساعدة السيدة كاريس على إحاطتيهما. الاتحاد الروسي أيد مبادرة الجزائر بدعوة لاجتماع اليوم الاستثنائي بمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بالتركيز على خطر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، واسترشادا بعدم قانونية الأفعال الإسرائيلية. وهذا ليس إلا جزء من الصورة الدموية التي ترسم لنا صورة المأساوية في قطاع غزة، وحتى الآن رأينا 23 ألف قتيل، والأحصاءات تقول أن أكثر من 7000 منهم من الأطفال، والأكثر بكثيرين تحت الأنقاض، ويوميا فهناك تشويه وقتل للعشرات بل المئات من الفلسطينيين. البنية التحتية تدمرت، وهناك حصار كامل على قطاع غزة، بما أدى إلى نقص مزمن في الغذاء والدواء والوقود. ومنذ بداية نزاع حوالي 2 مليون شخص اضطروا إلى ترك ديارهم، نصفهم من النساء والأطفال، وأكثر المشردين داخليا أو المهجرين من أجل الدقة فروا وأووا إلى مرافق الأنروا والتي تخضع للقصف الإسرائيلي. مع ذلك هؤلاء فقدوا ديارهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم، ويدفع بهم إلى الجوع والمجاعة، والحالة مأساوية، ويظهر بوضوح مدى ظلام الاستمرار في هذا الاتجاه. فإن بينما ندين هجوم حماس، ولكنه لا يبرر هذا الاستخدام العشوائي للعنف في قطاع غزة، ولا سيما لأن هذا النوع من العدوان بهذه الصورة والذي أصبح عقابا جماعيا للفلسطينيين يرتبط بانتهاكات خطيرة كثيرة للقانون الدولي. وأضف إلى هذا أن أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر لا ينبغي أن ينظر إليها بمعزل عن التاريخ الطويل للنزاع بين الطرفين، والذي يرتبط بقمع واحتلال وجرائم كثيرة ضد الشعب الفلسطيني. وعلى أساس هذه الخلفية، فإن الجهاز هذا المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين لم يستطع اعتماد قرار حتى الآن يصدر دعوة قاطعة للطرفين لتنفيذ وقف إطلاق نار فوري. ويؤسفنا أن نشير إلى أن قرار مجلس الأمن 27/12 لم يحتوي على هذه الدعوة الأساسية بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي أهمية هذا القرار تقريبا لا شيء. والقرار 27/20 الذي امتنعنا عن التصويت عليه بطلب من الدول العربية كذلك
لا يفيد كثيرا، وأود أن أكرر أننا نعارض بشدة الفقرة الثانية من منطوق هذا القرار، وأؤكد أن أثر هذا القرار والمسؤولية عنه يقعان على مسؤول الصياغة. حضرة الرئيس، مع القصف العشوائي والذي يستهدف الأعيان المدنية في غزة، فنرى الاستراتيجية الشاملة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، فالمنطق هنا بسيط، جعل الحياة غير مطاقة في قطاع غزة وترك الفلسطينيين أمام خيار صعب، إما الموت أو الرحيل. فنظرا ل ما يحدث، فما يحدث الآن سيهز المنطقة ككل وتترتب عليه أثار تمس العالم بأكمله. وأكثر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قد دقت ناقوس الخطر وأدانت الإجراءات الإسرائيلية، والمجتمع الدولي في أغلبه موحد وقف مخطط تهجير الفلسطينيين، والجانب الإسرائيلي ملزم بالقانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهو الذي يحظر بشكل مباشر تهجير السكان باستخدام العنف. وإن السلطات القائمة بالاحتلال عليها واجب ضمان حصول المدنيين على ضروريات الحياة. وهناك قلق كبير بسبب خطة إسرائيل أن تغرق أنفاق حماس بالمياه، فهذه طولها الإجمالي 500 كيلومتر، وسيستدعي الأمر كميات مهولة من المياه. وأؤكد أن المياه الجوفية، وهي مصدر المياه النظيفة الوحيد أو مياه الشرب غير المالحة الوحيدة للفلسطينيين، سيستمر لمئة سنة إذا حدث ذلك، وسيؤدي هذا إلى كارثة بيئية، وسيجعل أرض القطاع غير قابلة للحياة. وهذه الخطوات تمثل إبادة جماعية، والمواد الاتفاقية منع الإبادة الجماعية توضح ذلك. هو إيضا هناك موضوعية كبيرة للقضية الجارية في المحكمة العدلية الدولية الآن، وستعقد جلسات في شباط فبراير، وهناك كذلك دعوى في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن ليس لدينا ثقة كبيرة فيما سيحدث في المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذه محكمة صممت لخدمة مصالح ضيقة. كما رأينا في الماضي في حالة ليبيا، وبالنسبة لإسرائيل فإن رئيس المحكمة الجنائية الدولية يتصرف بأسلوب لا يدعو إلى تفاؤل كبير. والصادم هي التقارير الإعلامية عن إقناع القيادات الإسرائيلية للدول العربية والأفريقية والأوروبية بتلقي الفلسطينيين واستقبالهم، وهذه التسريبات مع البيانات الاستفزازية من قيادات الكيان الإسرائيلي أمر يؤدي إلى توترات إضافية، وينتقص من الثقة في أي أفق سلام. وموقف الولايات المتحدة هو ما أدى إلى هذا الانفجار الحالي، والنهج الروسي لم يتغير، نريد وقفا فوريا لإطلاق النار، نريد نفاذا آمنا للمساعدات الإنسانية، ونريد عودة إلى مسار حل الدولتين. حضرة الرئيس، أن التصعيد في غزة استمر لأكثر من 100 يوم، وكذلك فإن الولايات المتحدة وحلفائها
أدوا إلى اتساع النزاع لإشمال المنطقة ككل، وهجموا بالأمس انتهاكا للمدى الثانية من ميثاق الأمم المتحدة شعب اليمن. وسيناقش المجلس هذا الوضع المشين والمقلق بشدة هذا لاحقا، وأن هذا الفعل التعسفي ما يشير إليه زملاء الأمريكيون عندما يتحدثون عن تحركاتهم الأحادية، فبدون وقف إطلاق نار فإننا نواجه خطر الدخول في مأزق آثاره دائمة. شكرا حضرة الرئيس. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه، وأعطي الكلمة الآن للأكوادور. شكرا حضرة الرئيس. حضرة الرئيس، بداية أشكر وكيل الأمين العام السيد مارتن جريفيث، وأشكر كذلك الأمين العام المساعدة السيدة كارس. أشكرهما على إحاطتيهما، وفي نفس الوقت أؤكد على دعم الإكوادور لما يقومون به من جهود، و في السابق دعا وفد بلادي إلى وقف كل ما يؤجج النزاع والتوتر والعنف، واليوم إن بيانات كهذه يدلى بها اليوم في ظروف صعبة جدا. حضرة الرئيس، هذا المجلس كان واضحا في رفض تهجير للفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وفعل مجلس الأمن هذا مرتين في الستين يوم الأخيرة، في القرارين 27-12 و27-20. وفي القرار 27-20 أكد مجلس الأمن على أن قطاع غزة جزء أصيل من الأراضي المحتلة عام 1967، وأكد على الرغبة في رؤية الدولتين، و يؤكد الأكوادور على أنها توافق تماما على ما قاله مجلس الأمن، وإننا نصر كذلك على ضرورة التوصل إلى حل بالتفاوض سلمي يؤدي إلى دولتين على حدود 1967 وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. زملائي، في الأيام الأخيرة وصلنا تقرير من الأمين العام حول تنفيذ القرار 27-12، والتقرير أوضح أن أحكام القرار لا تنفذ، وأوضح أن التقدم المحرز لا يصل إلى المستوى المطلوب، والتقرير يتناول العنف المستمر بلا هوادة، وإن الرهائن لدى حماس تبقى لدى حماس، والفلسطينيون يهجرون، وهناك خطر متزايد بانتشار نزاع في المنطقة. ونرى للأسف في نهاية المطاف إلى أي مدى أن أحكام قرارات هذا المجلس لا تؤثر في الواقع تأثيرا كبيرا، ولكن الأمر واضح، فبدون وقف إطلاق نار إنسانية يصعب ويستحيل تنفيذ القرار. ولكن لا ينبغي لنا أن نفقد الأمل، فواجبنا أن نواصل العمل وأن نبذل كل ما نستطيع لضمان تحسن الحالة، وعليه فإننا نرحب بفتح معبر كريم شالوم من قبل إسرائيل، وهو ما سمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من نقطة أخرى. وانتقالا إلى القرار 27-20، فإننا نقدر بشدة تعيين الأمين العام للمنسقة للجهود الإنسانية، ونتمنى لها التوفيق، ونريد أن نرى تسارعا في وصول المساعدات بالكم الكافي إلى قطاع غزة. وأضف إلى هذا أن تقرير الأمين العام يدعو إلى تهيئة الظروف من أجل وقف أعمال عدائية قابل الاستدامة، وندعو إلى مواصلة هذا الطريق. ختاما حضرة الرئيس والسادة الزملاء، أؤكد على إدانة الإكوادور للأفعال الشنيعة التي قامت بها حماس يوم 7 أكتوبر، وأن ندين كل الأعمال
ضد المدنيين العنيفة، وإننا ندعو لإطلاق سراح الرهائن بدون شروط فورا، وعلينا أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية واحتياجات الحياة كما يطالب بذلك القراران 27/12 و27/20. وشكرا.